يواصل معرض البحرين التسامح الذي تنظمه جمعية هذه هي البحرين بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة، حصد المزيد من شهادات الإشادة والتقدير من كبار الشخصيات وممثلي الدبلوماسية الدولية، محققا بذلك نجاحا فاق كل التوقعات في الترويج لتجربة البحرين الفريدة في مجال ترسيخ مبادئ التسامح والحرية الدينية. بين أروقة البيت الأممي في الولايات المتحدة، يجدد معرض البحرين للتسامح الأمل في أن يتعايش أبناء الأديان المختلفة بين بعضهم البعض دون التأثر بالأبواق التي لا تريد الخير للبشرية. رسالة بحرينية واضحة وضوح الشمس، مفادها أن جميع الأديان السماوية تهدف إلى إصلاح النفوس وإفراغها من الكراهية والتعصب، وصولا إلى نقاء النفوس من كل الضغائن والأحقاد. في توافق ما يتطلع عليه مركز الملك حمد ومبادئ الأمم المتحدة التي جاءت في ميثاق الأمم المتحدة من التعايش السلمي وعدم الاعتداء وإعطاء لكل دولة حقها في التنمية وقبول الآخر وتفعيل المشاركة، فإن هذه المبادئ كلها موجودة في ميثاق الأمم المتحدة وأيضا في مبادئ مركز حمد، فإحنا نتلاقى هنا في الأفكار المشتركة، والهدف كله هو خلق بيئة تمكينية عشان يعم السلام، لأن بدون السلام لن تتواجد التنمية. البحرين نفسها حكاية جميلة، والتعايش والسلم الداخلي في المجتمع البحريني مثل في المنطقة كلها. المعرض جميل جدا، بيبرز فعلا حقيقة قد كده في تسامح في البحرين. صورة ملك البحرين مع فضيلة الإمام الأكبر ومع أحد الأقباط أو قيادات الديانة المسيحية شيء جميل جدا. من يقف على شذرات تلك المواقف الرحيمة والمعطيات العظيمة لإعلان مملكة البحرين التي عبرت عن الوجه الوضاء لأبعاد شخص جلالة الملك، يلمس بوضوح النزعة الإنسانية التي انطوت عليها الرؤية الملكية، كما يتجلى البعد العالمي لتجربة البحرين في التسامح التي تخطت حاجز الزمان والمكان في أهدافها النبيلة لخدمة البشرية جمعاء. I believe any king that gives the power to the people is a wise king. أعتقد أن أي ملك يمنح القوة لمواطنيه هو ملك حكيم يعشق روح التطور والازدهار لبلده وشعبه، وأثمن عاليا في هذه المناسبة جهود ملك البحرين المذهلة في مساهمته بتوطيد أواصر الأديان والمذاهب على تشعباتها الكثيرة وصولا إلى سلام شامل نتوق إليه جميعا. نحترم ملك البحرين الذي يبذل قصارى جهده حتى يعم السلام ويضمن لجميع الناس حرياتهم الدينية والعقائدية ضمن أجواء تسامح وتعايش قل نظيرها على مستوى العالم، والحرص على احترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها. نريد تعزيز الحريات الدينية، ولكل إنسان يعيش على هذه الكرة الأرضية حرية الإيمان بأي معتقد دون إجباره على عبادة أو خدمة دين دون غيره. لا شك أن التجربة البحرينية في التعايش تحمل في طياتها تنوعا دينيا ومذهبيا يبعث على التفاؤل في فرص تعميمها على مستوى العالم بسبب نجاحها اللافت في المجتمع المحلي. نتمنى أن ينتشر السلام حتى نستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف دول العالم. والبحرين تقف كنموذج بارز على إيجابية التسامح والتعايش السلمي في إحداث التغيير المنشود في التنمية الشاملة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. الأصل في الحياة هو تبادل الآراء والتفاهم والعيش المشترك وإبعاد المخاطر المحيطة دون أي تمييز أو تفرقة، أساسيات للتسامح انتهجتها البحرين منذ عقود خلت، وما تزال تحافظ عليها كنبراس عمل يخدم التطور الإنساني للصالح العام وتسعى لعولمته والحد من الصراعات الأيديولوجية. فلنعد جميعا في سلام.
شعار رفع رايته جلالة الملك المفدى خفاقا في سماء العالمية، ضاربا أروع الأمثلة في تلاقي مختلف الأعراق والطوائف والفئات البشرية، مع ابتكار نموذج بحريني قادر على نقل سفينة الأمم إلى بر الأمان والازدهار المستدام. محمد جيوسي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين، نيويورك.